انا جنب الفتره بتاعت الكوره يعني انا من 2012 لما بدات مع منتخب المبارزه لغايه النهارده انا بشتغل مع الرياضيين اللي هم اللي محتاجين يكون موجود معاهم الرياضيين الاولمبيين اللي بيشاركوا على مستوى كبير. فيمكن من 2016 انا شغلي كان مع احمد الجندي في الخماسي الحديث كان بشكل خاص قبل ما انضم للاتحاد، كنت انا المعد البدني بتاعه. يمكن جالي ودي سكسس ستوري كبيره، انا من 4 سنين يعني تخيل احنا دلوقتي احمد محقق انجازات شكلها ايه، انا من 4 سنين بقول ان احمد الجندي ده من افضل واقوى الانجازات اللي انا عملتها في مجال التدريب يعني عموما. فمن 2016 انا شغال معاه معد بدني بشكل خاص، بعديها 2018 انضميت للجهاز الفني بتاعه كمعد بدني بشكل رسمي في الاتحاد. من بعد اولمبياد الشباب يمكن انا كنت بقوم معاه بدور المدير الفني من فتره كبيره، يمكن من اخر 2017 كنت بقوم بالدور ده من حيث مسؤوليتي ناحيته، من انا حابب انسق بين الرياضات كلها الخمسه، يمكن اكتر كمان من هو بيعمل اكتر من 5 اكتيفيتي يعني، لان هو بيتمرن 5 رياضات وعنده الفتنس وعنده اليوجا وعنده اكتر من حاجه بيعملها. فانا كنت بقوم بالدور ده مع احمد الجندي كمدير فني وكمنسق فني لكل الاكتيفيتيز اللي بيعملها والنشاطات اللي بيعملها في اليوم. من 2016 هو جالي كان عامل عمليه في ركبته، يعني بدايتي معاه كان جالي بعكاز، انا فاكر كويس جدا اليوم ده، يعني جالي بعكاز ويمكن جالي من ورا الاتحاد وكده بقى ان هو يعني لازم نعمل التأهيل بتاعنا بيننا وبين بعض بشكل سري شويه عشان الراجل يقدر يشارك في البطولات اللي جايه، ما حدش يقول ده بعيد وانه ما يقدرش يشارك. يمكن احنا من بعديها بعد الاعداد ده ب3 شهور بدانا نشارك في كاسات العالم، احنا يمكن دخلنا حوالي 13 بطوله، ما فيش ولا بطوله ما جبناش فيها ميداليه وكلها كانت ما بين الفضه والذهب، ما خدناش حتى ثالث في سنه كناشئ يعني. وحصل نفس الموقف ده معانا في 2018 قبل لعبه في اولمبياد الشباب، قبل مشاركته في اولمبياد الشباب، مش قبل السفر، قبل تاريخ لعبه في اولمبياد الشباب ب 29 يوم حصل له قطع في غضروف الركبه الثاني، وبالصدفه البحته احنا كان ضمن الخطه بتاعتنا ان احنا حاطين اليوم ده تشيك على ركبته عموما الثانيه اللي كان فيها الجراحه الاولانيه، عملنا تشيك على ركبته دي مع الطبيب بتاعه، فبالصدفه كان تاريخ الفحص اللي هو الاجرائي يعني عادي عشان نطمن عليه كان اليوم اللي هو اتصاب فيه في الركبه الثانيه. فاتجهنا في نفس الميعاد عادي على الدكتور، والدكتور طلب ان احنا لازم نعمل جراحه، ما كانش ينفع انه يلعب يعني، ما كانش ينفع يتمرن حتى غير لما ياخد على جراحه يعني، كان قبل اللعب بتاع الاولمبياد ب 29 يوم. طبعا ده كان موقف سري اكتر من الاولاني، ده كان بعد سنتين وشويه من الشغل، و 29 يوم وهيلعب مش هيسافر. فالحمد لله يعني سبقنا الزمن وبستاف كبير وكونسولت كبير، كل واحد كان شغال في اتجاهه، ولعبنا بطوله خماسي كامله بعد 16 يوم بس من الجراحه، بطوله خماسي كامله في روسيا ضمن التاهيل بتاعه ان هو يبقى مطمن لحالته. عدينا مراحل كتير جدا، يمكن بدانا التاهيل بعد 10 ساعات من الجراحه، بدانا الشغل بتاعنا من بعد 10 ساعات بالجراحه بالظبط، الجراحه انتهت المغرب تاني يوم الصبح كنا شغالين. والحمد لله بعد البطوله دي بعد 16 يوم شاركنا في بطوله كامله، هو كان مطمن لحالته، كملنا تاهيل وراح خد ذهب بفرق كبير جدا على المركز الثاني، يعني هو دخل على الفينش وخد الميداليه وكان بيتوج والناس يعني مش خد الميداليه يعني قصدي الناس بتحتفل بيه ومعاه العلم والورد والكلام ده، لسه الثاني ما وصلش اصلا يعني. ويمكن انا فاكر انه عمل رقم اولمبي جديد في سن الناشئين وقتها كمان في الجري. من هنا بدات التاهيل للاولمبياد على طول طوكيو، من هنا جت الفكره خلاص، او من هنا يعني تقدر تقول ده توقيتها للتفكير فيها وحساباتها.